مساء الخير. سجلات هذا المساء يتوجه إلى مصر لنتأمل هذا التحول، أسميناه تحول فوق العادة في الشأن المصري. طبعا كل يوم من يتابع منكم الشأن المصري وخصوصا الإعلام المصري قد يفهم كل شيء وقد لا يفهم أي شيء مما يحدث داخل الساحة المصرية. نحاول استطلاع الأمر مع الأستاذ محمد أبو العنان، نذكر بأنه صحفي وكاتب سياسي مصري، طبعا هو ضيف عزيز في هذا البرنامج. طبعا أقول ضيف عزيز لأنك كنت من الضيوف الذين تابعوا معنا هنا ما يجري في مصر، وحتى في احد البرامج كنت ضيف مع ضيف اخر من الاخوان المسلمين، وكان واضح انه بدا سجال ليس على مستوى النظام والمعارضه لكن على مستوى الناس، على مستوى الناشطين الذين كانوا صفا واحدا في 25 يناير. استاذ محمد ابو العنان، متى حضرتك كمواطن مصري بدات تشعر ان الموضوع مع الاخوان ليس وجهات نظر بل هو خطر تصل إلى حد إزاحته من السلطة؟ يمكن كانت البداية في يوم 19/3/2011 اللي هو تاريخ الاستفتاء الذي أجري على ما يمكن أن يسمى صياغة دستور جديد يعيد بناء قواعد العلاقة الاجتماعية والحريات العامة وحقوق الأفراد عقب سقوط حسني مبارك مباشرة، أو أن نضع تعديلات دستورية على نظام قائم بالفعل. وقد أيد الإخوان المسلمين في هذه اللحظة وحشدوا كتائبهم حتى الفصائل الموالية لهم أيضا في هذه اللحظة لموقف كان في هذا الوقت هو موقف المجلس العسكري الذي هو في النهاية كان معينا من قبل حسني مبارك الذي صار الناس عليه وأسقطوا. عند هذه اللحظة يمكن لم أكن وحدي يعني الذي أدرك أن هذه اللحظة كانت لحظة فارقة، أن يأخذ الإخوان المسلمين المعسكر الآخر بدلا من معسكر الثورة وقوى الثورة، وعقب هذا الأمر حدث شقاق حقيقي داخل الكتلة الثورية. ولم يحدث أي نقاش بين الإخوان والحلفاء للأسف الشديد. يعني كان في هذه الفترة لم يعلن الإخوان على ما أتذكر، في هذه الفترة لم يعلن الإخوان خوضهم الانتخابات الرئاسية، وكانوا ما زالوا على الموقف الذي أعلنوه في هذا الوقت بأنهم لن يرشحوا أحدا في الانتخابات الرئاسية. ولكن في هذه الفترة بدأت النقاشات داخل مكتب الإرشاد حول ولماذا لا، وقد أدرك الإخوان في لحظة ما، أعتقد أن هذه كانت لحظة فارقة في خسران الإخوان للمعركة، أن الفرصة سانحة للتحالف مع من تبقى من نظام حسني مبارك، على اعتبار أن حسني مبارك قد سقط ونظامه قد بقى. اعتقدوا في لحظة ما أن الجبهة الثورية أضعف من الجبهة التي تمتلك أدوات القوة في مؤسسة الدولة المصرية. أعتقد في هذه اللحظة بدأت بوادر الشقاق ويعني الانقسام الشديد داخل الكتلة الثورية. لكن لديك معلومات حول هل كان هناك نقاش داخل الإخوان، نقاش يقول إنها فرصة تاريخية للانقضاض على الحكم بالتحالف مع ما تسمونه في مصر الفلول والمجلس العسكري كل ذلك؟ هل كان هناك نقاش آخر غير معلن؟ نتحدث عن أبو الفتوح، نتحدث عن كمال الهلباء، ونتحدث عن هذه الأسماء التي انشقت عن الإخوان تقول انتبهوا ليست هذه الفرصة الوحيدة ويجب الانتباه إلى ما تسميه الحراك الثوري كل ذلك، أم كنت تعتبر أنهم في حالة سكر من هذا النصر القادم؟ أنا لدي معلومات مؤكدة وأعتقد أنه نشر بعضا منها في مركز كارنجي لدراسات السلام، وأعتقد أنه جزء كبير منها كانت نقاشات تمت داخل التنظيم ذاته وحزر فيها الإخوان أو بدأت تعلو أصوات داخل التنظيم تحذر من هذه الصيغة وتعتبر أن التمهيد وليس الإقدام بهذه الصورة، وخاصة أن الإخوان يحملون مشروعا يناقض بنية المجتمع المصري وتدرجه وتسامحه ورؤيته للحياة وللدنيا بهذه المعايير. أعتقد أنه دار خلافا شديد داخل جماعة الإخوان المسلمين، والمؤشر على
قوة هذا الخلاف هو التصويت الذي تم داخل جماعة الإخوان المسلمين حول اختيار أن ندخل الانتخابات بمرشح رئاسي أم لا. فأعتقد أن التصويت كان تقريبا 53 لأ في مقابل 57 أو 58 كانوا قالوا نعم. هذا يوضح لأي حد كان هناك انقسام شديد داخل الإخوان حول الصيغة التي اختارها الفصيل الذي سيطر على التنظيم. أنا في تقديري أنه كان هناك أصوات معتدلة وعاقلة داخل التنظيم، وعلى الأخص يعني حاولوا فرض تصور ما هذا التصور كان ينادي بإيجاد صيغة قريبة من القوى الثورية. ولكن الفصيل الأكثر تأثيرا والذي سيطر منذ منتصف 2009 في تقديري قبل الثورة المصرية هو التيار القطبي الذي كان يقوده محمود عزت ومحمود حسين ومحمد بديع. سيد قطب، أريد أن أسألك حول موقف المجلس العسكري. لماذا اختار المجلس العسكري أن يتحالف؟ طبعا كنت أتحدث أنهم اختاروا، الإخوان اختاروا أن يتحالفوا مع المجلس العسكري، لكن المجلس العسكري لماذا اختار أن يتحالف مع الإخوان؟ هل في الأمر يعني خبث معين أننا نريد استدراج الإخوان نحو الحكم لإحراقهم؟ هل كانوا إلى هذه الدرجة من الدهاء أم لا؟ هو التنظيم الوحيد الأكثر تنظيما والذي باستطاعته تجيش الملايين في الشارع، بينما بقية الفصائل هي فصائل متحمسة عاطفيا أكثر منها منظمة. لماذا برأيك؟ ما هو سر خيار المجلس العسكري؟ يعني لا أستبعد الأسباب التي ذكرتها، وخاصة فكرة التآمر على حرق الإخوان المسلمين، وخاصة في هذه اللحظة التي تعقب الثورات ويكون فيها المجتمع في حالة تحلل إلى حد ما، في حالة سيولة إلى حد ما. لا أستبعد هذا السيناريو. وأيضا أنه التنظيم الأكثر تنظيما أو البناء الأكثر تنظيما وقدرة على حشد الناس، أو هكذا ظن المجلس العسكري. ولكن في تقدير أن هناك سببا موضوعيا وتاريخيا آخر له علاقة بطبيعة ونوع التحالفات التي يمكن أن تحدث، إذا ما وضعنا في الاعتبار أن جماعة الإخوان المسلمين هي في نهاية المطاف جماعة إصلاحية لا ترى النموذج الثوري في التغيير، الإطار الثوري الذي يقلب القواعد ويعيد صياغة العلاقات. هذا ما كان مطروحا لدى الشباب الذين خرجوا وهتفوا، لأنهم في النهاية خرجوا طالبين لتغيير قواعد اللعبة وليس لإصلاح ما هو قائم. المجلس العسكري الإخوان ليس كذلك، أو مصطدموا مع الأنظمة السياسية سواء كانت ملكية أو ثورية، استخدموا العنف أيضا، تم إعدام أو اغتيال إلى آخره، بمعنى أنهم يعني حتى النظام السياسي لم يكن يعتبر أن الإخوان يريدون أن ينسجموا مع النظام السياسي بصورة إصلاحية، هم يريدون أن يكون بديلا بشكل أو بآخر. بالضبط، يعني هم يريدون أن يكونوا بديلا للنظام القائم، بمعنى آخر أن يتولوا هم الإدارة حسب ما هي قائمة، حسب القواعد القائمة. وبالتالي فهذه هي الجزئية المهمة في الإطار أو في هذا الصراع. الصراع ليس لدى الإخوان إعادة بناء علاقات اجتماعية من جديد وتوزيع لثروات وإعادة رد مظالم. الموضوع لدى الإخوان المسلمين هو جزء كبير منه، هم جزء من المنظومة الاقتصادية والاجتماعية الحاكمة في مصر، وهذه حقيقة. هم انتموا وشاركوا وصنعوا ثروات من خلال علاقتهم سواء مع حسني مبارك أو ما قبل حسني مبارك أو في أثناء السادات، حتى أن الانفتاح الاقتصادي الذي تم أثناء حكم السادات كانوا جزءا مهما جدا من الحركة أو حركة رأس المال التي دارت في مصر في هذه الفترة، وظهرت لهم شركات كبيرة كانت من ثمارها سلسبيل وشركات أخرى التي أدارت عمليات أو قامت بعمليات تجارية حققت أرباح حقيقية. إذن هم جزء من المنظومة الاقتصادية والاجتماعية. ما يهم المجلس العسكري في هذا الإطار ليس تسوير المجتمع وإعادة صياغة العلاقات الموجودة فيه، بقدر ما يهم المجلس العسكري المحافظة على المكاسب التي حققها
الجيش المصري ومن انتمى إلى الجيش المصري في خلال الخمسين سنة الأخرانية. ما تنساش أن الجيش المصري كمؤسسة، أنا أتحدث عن مؤسسة الجيش، في نهاية المطاف هي تسيطر على جزء كبير جدا من البنية الاقتصادية، هذا بالإضافة إلى بنية الحكم ذاتها ومؤسستها. فنجد مثلا أنه في المحليات لابد مثلا أن يكون رئيس الحي أو القسم التابع له المنطقة السكنية مثلا هو من القادة السابقين في الجيش المحافظين، لابد أن يكون هناك عدد لا بأس به، الشركات الهامة كشركات البترول والتعدين وقناة السويس، كل هذه لابد أن يكونوا قادة سابقين. أنا لست هنا، أنا في مجال التحليل، وبالتالي أنا أضع أن كل طرف يريد أن يحافظ على مكاسبه الاقتصادية في هذا الإطار. هذا التوافق هو الذي أنجب الحالة التي جعلت المجلس العسكري يرى جماعة الإخوان المسلمين الأقرب إلى استمرار هل الصورة. هل هناك أسرار كشفت عن تفاصيل هذا التوافق؟ قيل أن هناك صفقة لإبقاء نشاط الجيش والعسكر وأيضا القيادات يعني لا تمس إلى آخره، لكن فوجئنا بعد ذلك أن الرئيس مرسي انقلب على القيادات وأبعدها وأتى بعبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، كل ذلك معروف. هل كان ذلك جزء من الاتفاق أيضا؟ يعني طب نحلل بس فكرة أنه هل هو انقلب على الصورة بالفعل أم أنه قلد الطنطاوي اللي هو القائد السابق للجيش وسامي عنان قلادة النيل وأعطاهم الأوسمة وإذا وضعنا في الاعتبار على الزاوية الأخرى أن في أقوال نسبت إلى المشير طنطاوي أنه قال أن وزير الدفاع القادم هو عبد الفتاح السيسي. اجعلني بس يعني أنا لدي تصور ما أنه بعد وفاة عبد الناصر لم يعين وزيرا للدفاع إلا بناء على ترشيحات محددة من الجيش، بمعنى آخر أن مؤسسة الجيش أكبر من مؤسسة الرئاسة. هذه أزمة، ونحن نوصف يعني مؤسسة الجيش هي أقوى المؤسسات في مصر وأكثرها قوة وأكثرها تنظيما، وبالتالي فلا أظن أن هناك رئيس لديه مساحة للتحرك خارج الموازين أو خارج المعايير التي يضعها الجيش، وبالتالي فترشيحات وزير الدفاع دائما تأتي من جانب المؤسسة العسكرية. على هذا المستوى يمكن أن تفسر علاقة محمد مرسي أو تعامل محمد مرسي مع القادة السابقين للجيش وعلى الأخص منهم المشير وسامي عنان بأنه كان في إطار ما يمكن يعني أن نسميه اتفاقا مسبقا. هذا الاتفاق ليس بالضرورة أن يكون اتفاقا صريحا، ولكنه اتفاق لكن في لم تواكب المصالح. لم يفهم وتوازين. كذلك يفهم بصفته إبعاد لهؤلاء القادة، بصفتها ضربة إلى هؤلاء القادة. أريد أنا أن أنقلك إلى موضوع آخر. هل اختيار المجلس العسكري للتحالف مع الإخوان المسلمين سببه أيضا موقف أمريكي يعتبر أبلغ للقيادة العسكرية التي لديها علاقات حميمة مع الولايات المتحدة، أبلغت بأن الولايات المتحدة تبارك وجود الإخوان، وبالتالي الجيش كان جزء من هذه الصورة أن العالم يريد الإخوان أن يحكم. هذا أيضا جزء من تصور الولايات المتحدة الأمريكية للمنطقة وصياغتها لأطر العلاقات القائمة فيها في خلال الأربعين سنة اللي فاتت، وبالتالي فأنت لا تتصور أن قوة بحجم الولايات المتحدة الأمريكية لها مصالح في المنطقة ليس لديها يعني أدواتها وآلياتها التي تستطيع أن تصيغ بها ما يمكن أن نقول أنه قبولا ضمنيا بوجود جماعة الإخوان المسلمين في الحكم، وخاصة إذا وضعنا في الاعتبار العلاقة التي كانت تربط الجيش المصري. وأنا أرى أن جزء من قبول الولايات المتحدة الأمريكية لوجود الإخوان المسلمين في الحكم هو جزء أيضا من رؤيتهم لجماعة الإخوان المسلمين على أنها أخف الأضرار التي يمكن أن تحصل من مثل هذا التيار، إذا ما وضعنا في الاعتبار المعامل الجديد الذي دخل في إطار المعادلة وهو حراك الشعوب. حراك الشعوب لم يكن في اعتبار الولايات المتحدة الأمريكية قبل 2011. بعد 2011 حتى مراكز صناعة القرار صياغة الاستراتيجيات في الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تضع اعتبارات لكيف يمكن التعامل مع هذا المعامل. في هذا الإطار يمكن تفسير قبول الولايات المتحدة الأمريكية لوجود جماعة الإخوان المسلمين كأحد
البدائل لنظام حسني مبارك والأكثر قدرة على التعامل معها من فصائل أخرى هي لا تدركها، وخاصة إذا وضعنا في الاعتبار الولايات المتحدة الأمريكية تريد تنظيما أكثر تماسكا لديه قدرة على السيطرة على الأوضاع. أريد أن أفهم أيضا عندما نتحدث دائما عندما كنا نتحدث عن الجيش المصري أيام الرئيس حسني مبارك، من كل ضيوفنا المصريين كان هناك ليس خشية، هناك احترام شديد اللهجة للمؤسسة العسكرية، وهناك أيضا تعويل على هذه المؤسسة العسكرية أن مصر لن تذهب إلى فوضى، وهذا كلام قديم لأن هناك المؤسسة العسكرية المحترمة في الجيش. عندما أقول أن هذه المؤسسة العسكرية أساسا هي من صنعت هذا النظام منذ عام 52 حتى الآن، كل الرؤساء منذ عبد الناصر السادات ومبارك أتوا من هذا الجيش. عندما تقول أن هذه المؤسسة العسكرية تهيمن على قطاع كبير في الاقتصاد، وأنها يعني سيطرت على حتى ما بعد مبارك، حتى يعني حتى تنحي مبارك هو بضغط من الشارع ولكن أيضا من المؤسسة العسكرية، هل أيضا 30 يونيو هي جزء من هذا السيناريو الذي أعدت له المؤسسة العسكرية؟ طبعا هذا كلام قد يزعج كثيرين ولكن سؤال مطروح. نعم، هو يعني ما اقترفته جماعة الإخوان المسلمين، جماعة الإخوان المسلمين وتيار الإسلام السياسي فقد فرصة تاريخية للخروج من هذه الأزمة التي وصفتها الآن، وهي هي وصفة ليست المثلى لإدارة البلدان، ليست الجيدة لإدارة البلدان. الجيد في إدارة البلدان أن يكون هناك حراكا ديمقراطيا وسياسيا يتم تداوله، تداول السلمي فيه للسلطة. هل دفعوا الإخوان إلى هذه السلوك طالما تم ابتعاد بقية الفصائل عنهم، طالما كلام كثير عن هذا السر اللي اسمه مصر العميقة التي كانت حسب الإخوان تضع العراقيل في يد، هل اضطروا إلى سياسة أدت بهم إلى أن يخرجوا؟ لا، في تقديري هو قدر من الاغترار بالوضع القائم، قدر من الاغترار بقوة الناس التي اندفعت رغبة منهم في شعورهم بمظلومية جماعة الإخوان المسلمين، هم اغتروا في هذا الإطار، لم يدعوا في الاعتبار أن الأزمات الاقتصادية التي تواجه المنظومة الحاكمة في مصر أكبر بكثير من جماعة الإخوان المسلمين، المشكلات المتراكمة طيلة الفترة السابقة وجزء منها كبير يعتمد على القضايا الاقتصادية والعدل الاجتماعي، أعتقد أنهم لم يروا هذه المشاكل. هم اعتقدوا أنهم لديهم القدرة على إدارة هذا الملف وتجاوزه ومواجهة هذا الأمر. لكني خليني يعني في سؤال مهم أنت طرحته، هل جماعة الإخوان المسلمين دفعت إلى هذا الاتجاه، إلى 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 أن تكون بهذه العزلة فتصبح وحدها في مواجهة الدولة العميقة بكل تركيبتها وبكل كيانها الذي يرغب في الحفاظ على مكاسب التي حققها؟ أعتقد إلى حد ما أن مجمل القوى الثورية ساندت جماعة الإخوان المسلمين في البداية ووقفت إلى جانبها، ولكن أزمة جماعة الإخوان المسلمين أنها اعتقدت في لحظة ما أن النصرة التي تأتيها من جانب القوى الثورية والدعم الذي يأتيها من جانب القوى الثورية لن ينتصر على الدولة العميقة بكل مقومات، وإني أنا إذا أردت الانتصار على الدولة العميقة علي أن أقوم بمجموعة من التحالفات مع هذه العناصر. ولكن غاب عن الجماعة أنها لكي تصنع تحالفاتها مع هذه المجموعة أو مع هذه المؤسسة التي كانت تحكم والتي استمرت في الحكم لما بعد سقوط حسني مبارك، أنها ترغب في الحصول على تنازلات، وأعتقد أن هذه هي المفارقة التي وقعت فيها جماعة الإخوان المسلمين، وبالتالي هذه الجماعات أو هذه المجموعات التي كانت تحكم تريد من جماعة الإخوان المسلمين تقديم تنازلات على حساب المحافظة على مكاسبهم التي حققوها طيلة العصور الماضية كمؤسسة عسكرية أو من تحالف معها من بيروقراطية الدولة المصرية، وفي المقابل تريد هذه أن
تحافظ على نمط حياتها اليومي ومكاسبها المتعلقة بانك انت ما تجيش تقول لي الناس تقفل الساعة 10 او تقفل لي البارات والخمرات او انك انت تحط حجر على المصايف. وهذا نمط حياة يومي لهذه الطبقة الاجتماعية والطبقات الاجتماعية المستفيدة منها. جماعة الإخوان إذا قدمت تشار أن هناك طرف وخصوصا الجيش يراقب ويتأمل ويتمتع بهذه الأخطاء الإخوانية طبعا. التي أدت إلى عفن يعني حتى سأتيك في سؤال آخر في كلامي مع كثير من المصريين قبل أسابيع فقط من 30 يونيو عندما كنت أطرح خيار العسكر كان هناك استهجان وإدانة ورفض، ثم بعد ذلك أتى هذا الإجماع للخيار العسكري. لماذا؟ لأن السلف الذي تصورت جماعة الإخوان المسلمين وتمسكت فيه بما رأت أنه حقا لها باعتبارها انتصرت في 5 انتخابات وهذه هي الصيغة التي دأبوا على استخدامها في تلك الفترة، هذا السلف وهذا التصور الذي لا يرى أنه بعد الثورات وبعد سقوط الأنظمة لا يمكن الحديث عن الديمقراطية بمعناها الحسابي البسيط، بمعنى أن أنا خدت الأغلبية فأروح أعمل في البلد كل اللي أنا عايزه. هذه صيغة لا يمكن أن تتحقق إلا في ديمقراطيات مستقرة، حتى الديمقراطية المستقرة تقف عند حدود الإدارة، وبالتالي فهي تدير ما هو قائم، وإن غيرت فلا بد أن يكون التغييرات الجذرية في إطار حالة من حالات التوافق العام، حتى وإن لم يكن هناك قبول أو ما يمكن أن نسميه تطابق في وجهات النظر، بل يكون هناك قدر من التوافق. أعتقد أن هذه أيضا أحد الخطايا الكبرى التي ارتكبتها جماعة الإخوان المسلمين، اعتقادها بأنها لديها القدرة على صياغة المستقبل القادم وفقا لرؤى جماعة الإخوان المسلمين وتصورتها للمجتمع وللحياة، بعيدا عن القوى الثورية التي شاركتها حركها الثوري والتي ساهمت إلى حد كبير جدا في وصول جماعة الإخوان المسلمين إلى السلطة. يعني نتج عن هذا في كلامك طبعا يعني حضرتك في 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 برامج سابقة تتحدث بالنسب والأرقام، أريد أن أفهم منك الاستحقاقات الانتخابية. تقول أن الديمقراطية ليست مسألة حسابية تبسيطية، لكن في الاستحقاقات الانتخابية سواء انتخابات البرلمان، انتخابات مجلس الشورى، الاستفتاءات، انتخابات رئاسية، كل هذا النصر أريد بالأرقام ما هي مساهمة الإخوان والإسلاميين ومساهمة الآخرين في ذلك. مساهمة بمعنى ما حصل عليه كل طرف، بمعنى بالانتخابات البرلمانية عندما فازوا أين هو الصوت الإسلامي وأين هو الصوت الليبرالي وغير ذلك، عندما فاز محمد مرسي على منافسه أحمد شفيق أين كان الصوت الإسلامي وما هو حجم الصوت حتى نعرف كيف وصلت هذه الأطراف. نعم، الإسلاميون حصلوا بالفعل على ما يقرب من حوالي 74% في الانتخابات البرلمانية من كتلة التصويت، بمعنى آخر أن من ذهبوا إلى التصويت حصلت جماعة الإخوان المسلمين على ما يقرب من 73% من الأصوات، بما يمثل حوالي 70% من السيطرة على مقاعد البرلمان. هذا في الانتخابات البرلمانية. على هذه الكتلة هي من الإسلاميين وغير الإسلاميين. نعم، أنا أضم الإسلاميين كلهم ككتلة واحدة. جماعة الإخوان المسلمين حصلت على ما يقرب من حوالي 43%، والباقي حصلت عليه باقي فصائل الإسلام السياسي الأخرى. يعني إذا لم أكن مخطئا فهناك 1% أو 2% ممكن هامش خطأ. يعني على الجانب الآخر، ومن خرجوا للتصويت في هذه الفترة كانوا بيمثلوا حوالي 29 إلى 30 مليون، 30 مليون يعني بما يمثل حوالي 60% أو ما يقرب من 65% ممن لهم حق التصويت، وهذا كان شيء جيد جدا، وكان يواكب الزخم الثوري وزخم المشاركة التي هذه في الانتخابات البرلمانية. في الانتخابات البرلمانية أعقبها بعد ذلك، وكأنك تقول أن الشعب المصري فعلا بتياراته السياسية ليبرالية أو إسلامية
صوت لهذا البرلمان. نعم هو صوت لهذا البرلمان وأعطاهم الحق، وأعتقد أن جزء كبير من هذا الأمر هو شعور الناس بمظلومية جماعة الإخوان المسلمين وأنهم ظلموا في عهد حسني مبارك. هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن هناك مؤيدون لجماعة الإخوان المسلمين وموالين لها ومناصرين لها، ولكن التعاطف الشعبي في هذه اللحظة كان كبيرا مع الجماعة. على الجانب الآخر حدثت انتخابات تالية لهذه الانتخابات، وكانت هي الانتخابات الرئاسية. الانتخابات الرئاسية حصلت، كانت تشريعية أيضا لديها يعني قصة خاصة التشريعية، لأنه في الحسابات التشريعية كشفت بين مزدوجين الحجم الحقيقي للكتلة الناخبة الإخوانية. لا أعتقد اللي ساهم أكتر في كشف الكتلة الحقيقية، لأن الانتخابات البرلمانية لها طابع خاص. الانتخابات البرلمانية من الممكن ألا أكون مواليا لجماعة الإخوان المسلمين، ولكني حصلت على خدمات من جانب يعني هذا الشخص الذي أرشحه. يعني العلاقة القريبة ما بين الناخب وما بين أو المباشرة خلينا نقولها، وهذا جزء من النظم السياسية في إطار العلاقة ما بين الناخب وما بين دائرته الانتخابية والمرشح بتاعه، فالعلاقة بتبقى قريبة. إنما ما يكشف حجم أو ما كشف حجم تيار الإسلام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين بشكل حقيقي في تقديري هو الانتخابات الرئاسية وليست الانتخابات البرلمانية. لأني قلت لك أن الاعتبارات الشخصية حاكمة، الاعتبارات العائلية حاكمة في الانتخابات البرلمانية، هذه الاعتبارات لا تدخل في الحساب في الانتخابات الرئاسية، لأن الانتخابات الرئاسية بتبقى سياسية صرفة. يعني سنتوقف وسنعود إلى الكلام عن أرقام ونسب الانتخابات الرئاسية، لكن أريد أن نتكلم بعد ذلك عن المعارضة، عن 30 يونيو، عن هذه القصة الغريبة العجيبة، وعن عبد الفتاح السيسي، وعن مستقبل مصر بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. ضيفنا هذا المساء الأستاذ محمد أبو العنين، الصحفي والكاتب السياسي المصري. نحاول أن نتأمل معه في هذا التحول فوق العادة في الانتخابات الرئاسية، لأن الانتخابات الرئاسية بتبقى سياسية صرفة. يعني سنتوقف وسنعود إلى الكلام عن أرقام ونسب الانتخابات الرئاسية، لكن أريد أن نتكلم بعد ذلك عن المعارضة، عن 30 يونيو، عن هذه القصة الغريبة العجيبة، وعن عبد الفتاح السيسي، وعن مستقبل مصر بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. ضيفنا هذا المساء الأستاذ محمد أبو العنين، الصحفي والكاتب السياسي المصري. نحاول أن نتأمل معه في هذا التحول فوق العادة في مصر. أعود إلى موضوع الانتخابات والنسب. لو تحدثني عن موضوع، قبل أن نتحدث عن الانتخابات الرئاسية، انتخابات مجلس الشورى، واضح جدا أنه تم انتخاب مجلس الشورى، لكن واضح جدا أن عدد المشاركين أو نسبة المشاركين كانت قليلة جدا بالنسبة للي حصل في البرلمان، وبالتالي هذا يكشف ماذا؟ هذا يكشف أيضا حجم التمثيل الحقيقي أو حجم الأصوات التي تحصل عليها الكتلة الإسلامية بشكل مباشر، نظرا لأنه انتخابات مجلس الشورى ينظر إليها في مصر لأنها انتخابات ليست قريبة. يعني عضو مجلس الشورى لا يستطيع أن يحقق للناس خدمات مباشرة، وبالتالي فالكتلة التي ستذهب إلى الانتخابات، إذا وضعنا في الاعتبار أن من صوت في هذه الانتخابات لا تجاوز 7% ممن لهم حق التصويت، فيكون بهذا الأمر مع الوضع في الاعتبار أن جماعة الإخوان مقابل أكثر من 60% في الانتخابات المجلسية، يعني عدد يعني فرق شاسع جدا. هذا يبين أنه لا يمكن لمن ينتمي إلى بناء
هيراركي كجماعة الإخوان المسلمين أو بناء هرمي كجماعة الإخوان المسلمين تبنى على قرارات تصدر من القمة إلى يعني إلى الكوادر التحتية لتنفيذها، لا تصور أن يغيب أحدا منهم عن التصويت في الانتخابات، لأنها يؤدي دور أو فريضة أساسية من فرائض انتمائه إلى التنظيم. وبالتالي فهذه هي الكتلة الحقيقية التي يمكن أن نعتبرها مؤيدة أو مناصرة أو كتلة التصويت الرئيسية لتيار الإسلام السياسي. على الجانب الآخر أيضا الانتخابات الرئاسية كانت مؤشر مهم جدا في عدد الأصوات التي حصل عليها التيار الإسلامي كله. إذا وضعنا في الاعتبار أن التيار الإسلامي كتلة داخلها تصنيفات مختلفة، ولكن يعني في الانتخابات حصل محمد مرسي مثلا في المرحلة الأولى على 5.5 مليون صوت، 5.5 مليون صوت بما يمثل ما يقرب من حوالي، لو اعتبرنا بما يمثل حوالي أقل من يمكن 15% ممن لهم حق التصويت. 15% هذه هي الكتلة الحقيقية المناصرة لجماعة الإخوان المسلمين والمناصرة للإسلام السياسي، خصوصا الأصوات الأخرى كانت مشتتة ما بين المرشحين الآخرين، وخاصة مرشحين التيار المدني. وإذا وضعنا في الاعتبار على الزاوية الأخرى ما حصل عليه أحمد شفيق كمرشح للنظام السابق أنه يحصل على ما يقرب من نفس الأصوات 5.3 مليون بما يكون معه هو أول من له حق الإعادة مع محمد مرسي. التصور الآخر بقى هي انتخابات الإعادة. انتخابات الإعادة يحصل فيها محمد مرسي الذي كان حاصلا على 5.5 مليون صوت في المرحلة الأولى على 13 مليون صوت في مقابل أحمد شفيق الذي يحصل على ما يقرب 12.5 مليون صوت. أعتقد أنه هذه الإحصائيات توضح إلى أي حد ما هي النسبة المؤيدة لجماعة الإخوان المسلمين، ما هي النسبة التي تؤيد بشكل عام. لأنك أنت لا تصور مثلا في الانتخابات الإعادة أن يكون هناك داخل التيار الإسلامي مثلا من صوت لأحمد شفيق، ربما يكون هناك حالات فردية على أي حال من الأحوال، ولكن داخل الكتلة الإسلامية لا يمكن مثلا أن يصوت السلفيين لأحمد شفيق ويتركوا مرشح جماعة الإخوان المسلمين، هذا غير متصور. إذن يمكن أن نضع كل الكتلة الإسلامية في هذا الإطار اللي هو العدد الذي حصل عليه محمد مرسي في انتخابات انتخابات الإعادة في الرئاسيات. أستاذ محمد أبو العنان، بالأرقام أيضا بعد 25 يناير والثورة وتنحي مبارك وإسقاط النظام وكل ذلك، تم التصويت بنسبة 49% لما أسميتوه بمرشح الفلول. هذه مصر تتكلم. أي أمثلة، أي صورة، أي استنتاج بعد هذه الانتخابات أن هناك نصف الشعب المصري ما زال لديه طموحات وأحلام عند المرشح الفلول، أو هكذا تم تسميته؟ جزء كبير من هذا الأمر راجع إلى شعور الناس وخاصة إذا وضعت في الاعتبار الانتخابات الرئاسية تمت بعد الثورة بما يقرب من حوالي عام ونصف أو ما يقارب هذا الأمر. إذا وضعت في الاعتبار أنه أثناء هذه الفترة عانى الناس كثيرا من غياب أمني تسبب في إرباك الصورة وجعل الناس تشعر بمخاطر شديدة جدا من غياب مؤسسة حاكمة وقوية ومؤثرة. الأقرب إلى ذهنية الناس هي المؤسسة العسكرية، أو على الأقل مؤسسة التي كان ينتمي إليها حسني مبارك بمنظومته البيروقراطية القديمة. هذا جزء ساهم إلى حد بعيد في هذه النسبة المتقاربة التي نتحدث عنها. لا تنسى أن هناك مصالح اقتصادية تضررت إلى حد كبير جدا من قيام ثورة 25 يناير، وهذا الأمر تسبب في شعور الناس بالخوف الشديد والارتكان إلى أقرب وأأمن التصورات لديهم. على الجانب الآخر أيضا لا تنسى أن هناك ما يمثل حوالي 6.5 مليون موظف حكومي تابعين للبيروقراطية وبيروقراطية الدولة المصرية، وهم في النهاية أنت لا يمكن أن تقارن مثلا مدنية
الإدارة المدنية في بريطانيا مثلا بالإدارة المدنية في مصر. الإدارة المدنية في مصر، الموظف المدني في مصر يعرف أن الله فوق ورئيسه هو يعني على الأرض بمعنى آخر. رئيسه ده قد يتجسد في مراتب حتى يصل إلى رئيس الجمهورية اللي هو كان حسني مبارك أو من يخلفه فيما بعد ذلك. تخيل أن هذا الجيش بهذه الكتلة يعني هيصوت لمين؟ طيب أريد أن أتكلم عن القوى الثورية التي اتخذت قرارا بدعم المرشح محمد مرسي ضد المرشح أحمد شفيق. هل كان نقاش في هذا الموضوع أم الأمر محسوم؟ نحن يعني هل كان هناك من الكتل الثورية من اعتبر أنه من الأفضل لنا أن ندعم بين مزدوجين مرشح وسيط ما بين النظام السابق ونظام سيستجد من أن ندعم مرشح الإخوان؟ للأسف الشديد لم يكن هناك الخيار الثالث الذي تتحدث عنه. نحن كنا أمام خيارين لا ثالث. لا هو خيارين. لكن هناك يعني بين القوى من اعتبر أنه مرشح الثورة هو محمد مرسي، وهناك أيضا هل هناك أيضا في هذه القوى التي يعني ساهمت في إسقاط نظام مبارك من قال لنذهب إلى حل وسيط؟ هل كان هناك نقاش في هذا الشأن؟ نعم كان هناك نقاش في هذا الشأن، ولكن كانت أصوات قليلة ومحدودة جدا وضعيفة التأثير. خلينا أقول لك أصلا داخل هذه المنظومة الثورية، ولكن كان هناك صوت واضح ومحدد وصارم بأن محمد مرسي ليس مرشح الثورة. محمد مرسي ليس مرشح الثورة، والجميع كان يدرك في لحظة ما أن محمد مرسي ليس مرشح الثورة، ولكنه المقابل لإسقاط محمد مرسي هو نجاح أعداء الثورة. هل اليوم يعني أستاذ محمد أبو العنان، هل اليوم بعد ما حصل هل كان هذا قرارا ناضجا بأن نختار ما بين السيء والأسوأ؟ يعني اذا انت وضعتني ما بين يعني اختيارين، يعني هل هناك حاليا من قال اخطانا كان علينا ان نصوت او ندعم احمد شفيق لانه على الاقل كان بامكاننا كل يوم ان نقول له انت مرشح الفلول، وكان بامكاننا كل يوم ان نبتزه لصالح هذه الثوره؟ من الممكن ان تكون هذه فكره، ولكنها فكره نظريه، لان في نهايه المطاف هي افتراض. لان لذلك اسالك عن نقاش. كان من الممكن ان يكون هذا الامر حاصل، ولكن التصور الذي يعني التصور التاريخي السائد في نجاح الثورات لا يمكن ان ياتي ابدا بعد الثوره من اعدائها فيكون هو على سدة الحكم، وإلا كان البديل هو تصفية. برضو هذا فرض، لأن احنا لم نأخذ التجربة، ولكن التاريخ قال هذا الأمر، وبالتالي فكان هناك تصور في ذهن الجميع بأن إذا جاء أحد يمثل حسني مبارك ستكون المشانق منصوبة للجميع، وهذا أعتقد أنه كان أقرب إلى الصواب. أستاذ محمد أبو العنان، طبعا في 25 يناير كان التحرك مطلبي، تحول بعد ذلك إلى تحول إلى مطالب سياسية، أنهت نظام، لكن كل الشعارات كانت تأمل تطمح بدولة قانون، دولة ديمقراطية، دولة تعددية، دولة تناوب على السلطة. هل ما حصل بعد 30 يوليو إزاحة محمد مرسي بهذا الشكل، وأنت من موقع الناقد للإخوان المسلمين يقلق، تعتبره خطر على الديمقراطية في مصر؟ ما حدث بعد 30 يونيو ليس هو الصورة المثلى لما يمكن أن يحدث. الصورة المثلى للحكم هو تداول سلمي للسلطة، يتداول فيه المدنيون أسس العلاقات داخل المجتمع، وتنضج فيه فئات اجتماعية وترتقي للوصول إلى سدة الحكم، بعيدا عن المؤسسة العسكرية بقواعدها الصارمة التي عانى منها الناس. ولكن في تقديري أن جماعة الإخوان المسلمين ما ارتكبته في السنة اللي حكم فيها محمد مرسي أوصلت الناس إلى ما يمكن أن نقول أنه سدت أمامهم أبواب التغيير السلمي الديمقراطي، أو بمعنى آخر القائم على التداول والصراع السياسي. لأن في نهاية المطاف إذا تصورت إنه الإجراءات التي كانت تتخذها جماعة الإخوان المسلمين في إطار هم مثلا حافظوا على
ربما يكون هذا أيضا أحد الأسباب التي أدت إلى سقوطهم، أنهم حافظوا على المؤسسة العسكرية بجناحيها، الشرطة والجيش كما هي دون أن يمسوا، معتقدين أنهم لديهم القدرة على تطويعهم لخدمة المشروع الإخواني. فمثلا يتسلل إلى داخل كلية الشرطة 70 طالب إخواني، فيبقى احتمال إن شاء الله هيبقوا ضباط شرطة فيما بعد فيخدموا المشروع، فالسبعين يبقوا 700 فيما بعد. على هذا الأساس اعتقدت الجماعة أنها، أو أيضا رأى عديد من النشطاء والمهتمين بالشأن المصري، أن في هذا تكريس لمفاهيم البيروقراطية وأدواتها التي حافظت على بقاء مبارك 30 سنة. ما هو يعني أنا إيه؟ يعني أنت عقب الثورة لا تسمح للنظام اللي موجود بأنه يعيد بناء نفس الأسس اللي أوجدت النظام اللي الناس صارت عليه. لذلك رأيك كان يجب إيقاف الأربع سنوات وإنهاءهم بسنة؟ هناك من يتصور ذلك، وإن كنت أنا كنت أود أن يكون هذا من خلال قدرة الناس وليس تدخل العسكر. بمعنى آخر، أن يكون لدى الناس القدرة على أنه يستمر الوضع في 30/6 وأن يقف الناس في الشوارع حتى يستطيعوا إسقاط هذا النظام. ولكن خلينا، لكن هذا أيضا سيناريو يعني افتراضي، سيناريو افتراضي وضمان نتائجه أصلا في ظل هذا العدد الضخم. نتحدث عن دولة 90 مليون، يعني نتائجه وعواقبه، وخاصة إذا أيضا وضعنا في الاعتبار المخاطر الإقليمية، وأن مصر جزء من منظومة دولية كبيرة تحافظ على كيان هذه الدولة بهذا الشكل. كل هذا يجعلك متخوف بالسيناريو، يجعل السيناريو العسكري يعني أفضل البدائل. تحدثت عن الناس، سأعود لأسألك السؤال الذي سألتك إياه في القسم الأول حول 30 يونيو. هذه الظاهرة العجيبة التي يعني لم يحدث في تجارب الأمم، أن هناك من تحرك لتوقيع استمارات وبعد ذلك الدعوة إلى مظاهرة، قيل أنها ما بين 30 و40، قيل أنه أكبر حشد في التاريخ. بغض النظر عن ما قيل وعن الإعلام، هناك سؤال، هل حضرتك تعتبر أنه هذا تحرك بريء مدني مستقل، أم أنه قد يكون أداة من أدوات العسكر؟ يعني حتى برضو التصور الثاني، يعني خليني مش يعني الشطر الثاني وافق عليه جزئيا، انه لا، العسكر وجدوا صورة مواتية فتم استغلالها. يعني اكتر من ساهم في اسقاط جماعة الاخوان المسلمين هو الجماعة ذاتها، هو الاخوان ذاتهم، هم اكثر من ساهموا في اقصاء الناس وبعدهم عنهم. اكثر الناس خصومة لجماعة الاخوان المسلمين لم يكن يود ان تأتي هذه اللحظة بتلك الصورة. يعني اكثر الناس كرها لجماعة الاخوان المسلمين كان يود ان تنجح هذه التجربة في تداول سلمي. يعني كان يكره وصول جماعة الإخوان المسلمين إلى الحكم، ولكن الحد الأدنى أن تصل إلى الحكم، ثم يمر الأربع سنوات فنذهب إلى تغييرها بأسس الديمقراطية. بمعنى آخر، أنه لا أتصور أن الجيش جلس وجاب ناسه وقعد ورسم إيه اللي يحصل مع محمد مرسي حتى وصول إلى هذه اللحظة. مثلا يوم 20/11 كان أمام محمد مرسي فرصة أن، يعني كان قبلها بأسبوع يجلس مع القوى السياسية ويتفق على ما يحدث، فيوم 20/11 يخرج بإعلان دستوري يجعل كل من ناظر محمد مرسي يقف منه موقف العداء. فبالتالي الصيغة التي قدمت أن الجيش استجاب للناس هي الأكثر، أما في تقديري الأكثر قبولا لدي. ظاهرة عبد الفتاح السيسي، أولا هل هذه ظاهرة مفاجئة؟ لأنه صحيح أنه كان هناك مؤسسة عسكرية تنتج النظام السياسي، لكن منذ عبد الناصر لم يخرج، يعني كانت الشخصيات شخصيات رئاسية ليست شخصيات شعبية بطولية. كل ذلك طبعا هناك من يعتبر أنه هذا ناصر جديد، هناك من يعتبر أنها هي خلطة ما بين ناصر والسادات. كانت البداية أننا نحن العسكر تدخلنا للناس وليس لنا علاقة بالسياسة. الآن هناك حملة كامل جميلك التي تستشرف رئاسيات أو ترشح عبد الفتاح السيسي للرئاسة. هل هذه خريطة عفوية أم أيضا
هناك من خطط. لا، العفو في السياسة أو الصدفية في السياسة أو بنسميها التلقائية في السياسة، يعني تجعلنا نبتعد عن المنطق العلمي والموضوعي. لا أوافق على هذا الأمر. لابد أن يكون هناك قوة ترغب في التأثير وفي التشكيل وفي صياغة الصورة. ولكن على الجانب الآخر هناك مجتمعات عاشت على هذه الصورة، صورة البطل الشعبي. صورة البطل الشعبي في مصر بالمناسبة ممتدة من مينا موحد القطرين من 7000 سنة. حتى دخلنا على عرابي وأدهم الشرقاوي، كل الصور الشعبية التي تأتي ببطل شعبي يحقق أمال الناس وطموحات، هي جزء من غياب يعني درجة من درجات التعليم، درجة من درجات الوعي، درجة من درجات المؤسسية في الإدارة. كل هذا ينجب هذه الصور التي تعول دائما على فكرة المخلص، فكرة الذي يأتي من خلف الصورة فيحل كل المشاكل. هذه الصورة يعني تسود في المجتمعات طبعا الأقل تعلما أو الأقل مدنية. لكن وأنا رأيي هل هذا مقلق؟ نعم يعني نعم، هذا مقلق. نعم، على كل المستويات. ما الذي يمنع مصر من ان لا تنزلق الى الدكتاتورية؟ طالما شيء مغري انه الناس مع 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 عبد الفتاح السيسي ومع العسكر وبامكانه ان يعني ان يحصل على اغلبيه في الانتخابات. هل 25 يناير، هل 30 يونيو، هل كل هذه الظواهر الشبابيه من القوى الثوريه بامكانها ان تضمن ان مصر لن تعود الى دكتاتورية معينة؟ تضمن أشك إلى حد بعيد، لكن تستطيع أن تقاوم هذا التصور، أثق في هذا الأمر. أعتقد أن الكور أو جوهر الثورة المصرية في 25 يناير وهذه الروح التي تسعى للحرية والديمقراطية والخلاص من هذه الصورة التي يسود فيها قدر كبير من الجهل والأمية وسيطرة أفكار غيبية على عقول الناس، أعتقد أنها ستقاوم وستنتصر في النهاية. أنا مؤمن بأنها ستنتصر في النهاية، ولكن ستأخذ مدى، ما زال أمامنا فترة طويلة لمواجهة هذه الصورة التي تحدثت عنها. وخاصة أنا صعقت بهذه المشاهد التي تتحدث عن كم من جميلك ويا سيسي تعالى مش عارف يعمل إيه. كل هذه الصور تعبر عن حالة من حالات خيبة الأمل في المؤسسة وخيبة الأمل في المفهوم السياسي للتداول السلمي للسلطة. لم أسمع هذا الكلام من أي قيادات مصرية منتقدة للإخوان جزء من 30 يوليو، سواء القيادات التقليدية حمدين صباحي كل ذلك أو القيادات الثورية. هل هذا كلام مازال مكتوم؟ ما الذي يجري؟ هناك خلينا أقول لك أن جزء من حتى النخبة السياسية التي ظهرت بعد 30/6 والتي هي كانت جزء مما يحدث أو اللي شكلت جبهة الإنقاذ وبعد من أحاط بها، هي جزء منها كواهل السياسة المصرية، نسميهم شيوخ السياسة المصرية. بالتالي فأنت لا تتحدث عن جوهر وقلب 25 يناير. هؤلاء الشباب الذين كما قلنا في السابق ونحن تحدثنا في هذا البرنامج عن أنهم يأملون في مجتمع تسود قيم الحرية والعدالة والعدالة الاجتماعية لم يشاركوا. أنا رأيي أن ما حدث حتى في 30/6 وهذا بمنطق أيضا تاريخي وجدلي، هناك محاولة من طرف للسيطرة على ما يحدث بحيث يجمل الصورة بهذه العناصر على أن يحافظ على بناء الدولة بالشكل الذي كان قائما في عهد حسني مبارك واستمر مع محمد مرسي ويراد له أن يستمر إلى ما بعد ذلك. وبالتالي فهذه الكتلة لم تشارك في صياغة ما يحدث. حضرتك تعيش في بريطانيا، يعني مراقب بهذه الديمقراطية البريطانية، هل من خلال التجربة المصرية منذ 25 يناير انتخابات برلمانية شورى رئاسية كل ذلك تشعر أن مصر بحاجة إلى هذا التوقف، إلى هذا إلى راعي كبير يعيد ترتيب الأوراق، لأن الديمقراطية بمعناها الليبرالي الحر ليست وصفة ملائمة حاليا لمصر؟
لا ابدا، انا لا ارى انه في اي حال من الاحوال لأن جربنا تخلص. لا جربنا هذه الديمقراطيه وما اتت به بعد ذلك للاسف الشديد. ما هو انا لا استطيع ان اخذ جماعه الاخوان المسلمين او ما حدث من تجربه وجود الاسلاميين في السلطه كمعيار ثابت للحكم على الامور على الاطلاق. انا يعني التجربه كانت مفيده جدا ورسخت لدى الناس مفهوم انا في تقديري كان اهم، هو قدرة الناس على الفعل حتى بعد حتى وان تدخل الجيش في صورة من الصور، ولكن قدرة الناس على الحشد والخروج بهذه الاعداد وقدرتهم على حتى وان كان بشكل ضمني على اسقاط السلطة القائمة سيرسخ لدى اي رئيس قادم انه الشعب والناس لديها قدرة اكبر، لم تعد بعيدة عن معادلة الحكم. أعتقد هذا هو ما أفرزه بشكل حقيقي الربيع العربي، أنه لا يوجد خوف من هذه السلطة. يعني لا أبدا على الإطلاق، ولكن أنا في حاجة إلى الخلاص من 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 سيطرة المخلص، من سيطرة فكرة الذي يأتي. أريد في 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 10 أو 20 ثانية المداولات الجارية حاليا لكتاب الدستور، هل هذه مداولات مطمئنة تطمئنك لمصر المستقبل؟ أن هوية مصر المستقبل هي ماذا؟ للأسف الشديد هي تطمئني بنسبة 40%، ولكن في 60%. 60% هو غياب الكتلة الحقيقية التي ساهمت في 25 يناير التي حلمت بمجتمع يسود العدل والحرية والكرامة الإنسانية. أعتقد أنها مغيبة بنسبة كبيرة عن لجنة صياغة الدستور الجديدة، وإن كنت أوافق جزئيا على عملها إلا أن هناك جانب كبير يغيب عنها. أستاذ محمد أبو العنين أشكرك جزيل الشكر، ممكن أن نكون ساهمنا في قراءة نوعا ما حيادية موضوعية عما نسمعه سواء مع الإخوان أو ضد الإخوان في مصر. شكرا للانتباه. إلى اللقاء. شكرا أستاذ، تحياتي. شكرا.